السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربة. أول شيء قبل ما نبدأ نتكلم عن الموضوع اليوم، نحب نهنئ يوسف عطال بعد تتويجه بأحسن لاعب لشهر جانفي للمرة الثالثة في نادي نيس، ومزيد إن شاء الله من التألق ومن النجاحات، ولما لا إن شاء الله نشوفه في فريق كبير في الصيفة هذه ولا في الميركاتو الصيفي هذا، إن شاء الله نشوفه في فريق كبير. موضوع اليوم خوتي هو اللاعب اللغز، اللاعب المظلوم إعلاميا، اللاعب المحقور من الصحافة الكاسكروت، اللاعب المبعد من المنتخب الوطني بدون سبب. بدون سبب هو سعيد بن رحمة. سعيد بن رحمة ابن مدينة عين تيمشنت، المولود في 10 أوت 1995 بالجزائر بعين تيمشنت. هذا اللاعب اللي انتقلوا هو والأهل نتاعو لفرنسا، لعب في أندية فرنسية ومن بعدها طلع في نادي نيس للأواسط والإشبال، ومن بعدها طلع للفريق الثاني، بعد الفريق الأول تاع نيس، من بعدها لعب بفترة في غازاليك أجاكسيو، لعب في أونجي، لعب في غازاليك أجاكسيو، من بعدها راح لإنجلترا، راح يلعب في نادي برنتفورد في البريمير شيب. هذا اللاعب عنده إمكانيات هائلة، إمكانيات هائلة وفنيات، ويلعب في المنصب نتاع يوسف بلين. هذا اللاعب بالمناسبة باش ما ننساش، هذا اللاعب كي كان في نيس كان الصديق المقرب لحاتم بن عرفة. كي كان في نيس كان هو الصديق المقرب لحاتم بن عرفة. اللاعب هذا قلت لكم خوتي يلعب نفس ما عنده نفس المواصفات ولا نفس المنصب، عفوا نفس المنصب نتاع يوسف بليلي. هذا اللاعب ما استدعاش من بعد غوركوف، من بعد ما راح غوركوف جاء لكنز ما استدعاش، رايفاتس لكنز، من بعدها جابوا الكاتراز ولا الكاراز كما يقولوا له ما استدعاش، زادوا جابوا ماجر اللي ما نحضروش، ماجر ما يش يجيب حتى جوار، ماجر قلنا لكم من المره المليون، ماجر قال لكم القلب حبس في السبعينات وفي الثمانينات، قال لكم هذوما اللي جوار اللي زيميغري بيناسيونو ما عندهمش القلب ويلعبوا على جال الاموال وعلى جال البيبليسيتي والاشهار، ما قلتش انا، قالها ماجر اللي قلبوه انترينار، انسان يتكلم كلام عنصري كيما هذا من المفروض ممنوع عليه باش يمسك اي منتخب ولا اي نادي جزائري. بصح هو جابوه للمنتخب الوطني ما يهمناش. من بعد ما عهد ماجر ما زاد جا لعب، من بعد قلنا غوركوف ما زاد جا، اللي كانز ما عيطلوش، ما الكاراز ما عيطلوش، وماجر ما عيطلوش باش نتفاهموا. من بعدها جاب الماضي، فوق بالماضي ثاني ما استدعوش اللاعب هذا رغم انه يتألق. اختير ايضا هذا اللاعب سعيد بن رحمه كاحسن لاعب في التشكيله المثاليه لشهر جانفي. سعيد بن رحمه واللي اعطاه موقع هو سكورد 8، اعطاه 8 نقاط، 8 من 10 يعني نقطه مليحه، نقطه باينه باللي لاعب كبير. هذا اللاعب قلت لكم خاوتي يلعب في منصب يوسف بليلي. انا الشيء ما فهمتوش، هل الترجي التونسي احسن من نادي برنتفورد في البريميرشيب؟ هل تكوين لاعب يلعب في نيس مثل تكوين لاعب يلعب في الترجي ولا يلعب في اتحاد العاصمه ولا في مولودية وهران؟ مع احترامي لكل انديه جزائريه انا تعرفوني، انا الشيء ما فهمتوش، اللاعب هذا ما عندوش 44 سنه في عمره ولا 30 سنه 35 ولا في الكارير تاعو، هذا اللاعب عنده 23 سنه في عمره، يعني لاعب شاب قل حتى من العمر تاع يوسف بليلي. يوسف بليلي الله اعلم عنده 26 ولا 27 سنه، هذا عنده 23 سنه، يعني لاعب جاي صغير جاي عنده امكانيات. ما فهمتش انا ليش يبعدوا هذا اللاعب عن المنتخب الوطني، ما فهمتش حتى الساعه ما فهمتش. النقطه الاخرى دوك تكلمنا عن الاستبعاد، النقطه المهمه صحافه الكاسكروت، هذا بيناسيونو، قلت انتم نحاربوا بيناسيونو ونكرهوا بيناسيونو،
وكون نصيبه نحوله من الجنسية، هذا جنسيته جزائرية، مولود في عين تيموشنت. وادخلوا الجوجل، انا ماني كذاب، انا كذاب، ادخلوا الجوجل وابحثوا تلقاو، تلقاوه صح، زيد في عين تيموشنت ولا نكذب عليك، ادخلوا جوجل وشوف، تلقاوه مولود في عين تيموشنت في الجزائر. يعني هذا مولود في الجزائر. ونزيدكم مش كي مع زاد الدواء، هذا زاد قعد راه اعلم دار 7 سنين في عمره ولا 8 سنين ولا 6 سنين بعد ما راح اوروبا، يعني زاد تربى عاش في الجزائر. هذا ما تقدروش تقولوا عليه بيناسيونو، خاطر انتم عندكم عقده ومرض اسمه بيناسيونو ليزيميغري، وانتم اديتوا عهد على انفسكم يا زعاف الكاسكرو ويا الاعلاميين الماجورين انكم همكم الوحيد نزع جنسيه، نزع الجنسيه الجزائريه على كل لاعب جزائري في اوروبا ولا في فرنسا. كل لاعب جزائري مولود في اوروبا ولا في فرنسا انتم ما خدمتكم باش تنحولوا نزع الجنسيه الجزائريه. هذا الشيء متعارف ومتفقين عليه. هذا اللاعب عنده جنسيه جزائريه ومولود في الجزائر وتربى في الجزائر. كما ثاني باسحاق بالفوضيل مولود في مستغانم، بصح هذا عاش تربى قرا الله اعلم الحق حتى السنه الاولى ولا الثانيه ابتدائي بعدها باش راح، يعني هذا تربى في الجزائر كما عنتر يحيى. علاش دركا ما تكلمتوش عليه انتم يا اخي؟ قلتوا احنا البيناسيون نكرهوه ونحوله من الجنسيه. هذا ولد الجزائر وزاد في الجزائر في عين تيموشنت وقرا في الجزائر وراح مع العائله نتاعو. اذا هنا نقطه اللغز، علاش الصحافه ما تكلمتش على اللاعب هذا؟ سعيد بن رحمه موهبه، الناس اللي كانت تشوفه كي كان يلعب في نيس كي كان طالع، الناس اللي تعرف بارون، سقسيوا الناس اللي تعرف بارون على هذا سعيد بن رحمه. سعيد بن رحمه طالو موهبه، يقول لكم موهبه سي موهبه. يلا انا بالنسبه لي لو تجيبوا سعيد بن رحمه وبلايلي فرقه كبير، رغم اني بلايلي ما نكرهوش وبلايلي يعجبني السيل تاعو، بالنسبه لي من لاعبي البطوله الكرتونيه من احسن اللاعبين لولا ما ضرش روحه القضيه اللي عارفينها. بلايلي كان نجم ساطع، راح لك روحه بقضيه الكوكايين اللي عرفها العام والخاص. لكن سعيد بن رحمه انا بالنسبه لي احسن منه. هتقولوا لي انتوا تشيات ليزيميغري المغتربين، قلت لكم سعيد بن رحمه مولود في الجزائر، ادخلوا الجوجل وابعثوا، ما جبتهاش من عندي، ادخلوا الجوجل وشوفوا اكسبوا سعيد بن رحمه، دوك يخرج لكم المعلومات والبيانات نتاعو، اسكو مولود في الجزائر وعنده جنسيه جزائريه ولا لا، ولا راني نكذب عليكم ونخرف. اذا خوتي اللاعب هذا لاعب مظلوم، مظلوم بتعمد، مظلوم بتعمد من صحافه الكاسكروت. صحافه الكاسكروت اللي قلت لكم لازم نجيبوا بوخنشوش، صحافه الكاسكروت اللي قلت لكم لازم يلعب عبد اللاوي تيتولار، صحافه الكاسكروت اللي قالوا لكم شفاي خير من ماندي، صحافه الكاسكروت اللي قالوا لكم بدران خير من ماندي. انا مانيش نهضر هذا كلامهم، قالوا لكم باللي ماندي خرده، وقالوا لكم بالطالب عندنا منه الوف، وقالوا لكم طيدار عندنا منه الوف، والاسطوره قال لكم معوار عندنا منه 1000 في بارادو، قال لكم عندنا 1000 في بارادو خير من حسام عوار. صح، هذا ولد الجزائر، مولود في الجزائر، مولود في عين تيموشنت. اذا هذا اللاعب علاش الحقره؟ علاش الحقره ما تكلموش عليه؟ هذا قلت لكم هارب 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 على بلايلي في المستوى، في التكنيك، في الفيزيك، في السرعه، في الرابيد، في كلش هارب على بلايلي. علاه ما تتكلموش عليه هذا اللاعب؟ علاه ما يمدحوش كما راكم تمدحوا في اللاعبين تاعكم تاع المناجره تاعكم واللاعبين تاع تخدموا معاهم وتنيغوصوا معاهم تكلموا على هذا. قولوا بلي كاين موهبه جزائريه، كما راكم تديروا الضغط على جمال بالماضي باش ينحي بن طالب، كما راكم تديروا الضغط على جمال بالماضي باش ينحي طيدار، كما راكم تديروا في الضغط على جمال بالماضي باش ينحي ماندي، كما راكم تديروا في الضغط باش على جمال بالماضي باش ما يقدمش المشروع الرياضي لحسام عوار، ديروا الضغط ايضا على جمال بالماضي على سعيد بن رحمه. علاش اخي جزائري عنده الحق باش يمثل المنتخب الوطني، جزائري مولود في الجزائر، هذا مولود في الجزائر. انتم تكرهوا ليزيميغري،
هذا مولود في الجزائر، ما عندكم حتى حجة ولا مبرر. إذن سعيد بن رحمة موهبة قادمة وبقوة. نزيدكم الدوري الإنجليزي دوري مش سهل، رغم أنه مش بريمير ليج بريمير شيب، بصح مش سهل. يعني تعرف في كونديسيون فيزيك، تعرف اخوتي كونديسيون فيزيك والضرب واللعب الكره الانجليزيه صعيبه، لكن اللاعب هذا اثبت القدرات نتاعو والفنيات نتاعو وتاقلم بمرور الوقت مع البطوله الانجليزيه. اذا اللاعب هذا الى ما استدعاش الان وقتاش يستدعى، هذه الفرصه نتاع الصحافه الكاسكروت باش تتكلم على اللاعب هذا، وهذه الفرصة المناسبة لجمال بالماضي في تربص مارس باش يستدعى هذا اللاعب ويجربه. انت عطيت الفرصة لبلايلي، حطوا كونكيرون بين بلايلي وهذا اللاعب، يعني منافسة، خلي منافسة بين بلايلي وبين بالرحمة ونشوفوا شكون اللي فور. اعطيله الفرصة، كيما بلايلي وخليه، ومن بعدها قيم. رغم اني متأكد انا بالرحمة طالون غران طالون موهبة، بالرحمة لو يعطوله الفرصة ما يبانش بلايلي خلاص. اذا خوتي هذا اللاعب لازم على جمال بالماضي يعيد الحسابات نتاعو ويعاود يستدعي اللاعب هذا ويعطيه الفرصه ويجربوا ويشوف في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.